السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد. أول شيء تهنئة خاصة مني أنا لأهل السعودية والمنتخب السعودي والشعب السعودي وكل سعودي بالكومنتات على فوز السعودية بنتيجة هدفين مقابل واحد على الأرجنتين. وقسم بالله وحوش جاني صداع، جاني توتر ألف وأنا أشوف المباراة. فيعطيكم ألف عافية، أنتوا فخر العرب، والله أنتوا فخر العرب يا شباب. تمام حتى والله غلط. بما ان شاشتي الاساسيه من فيوسونيك، فاليوم اقدم لكم شاشه مره قويه من نفس الشركه بمواصفات خرافيه. شاشه فيوسونيك XG251G، حجم الشاشه 24.5 انش، يعني خلنا نقول 25، ركز معاي، بتردد 360 هرتز. فعلا الشاشه مستواها خرافي، ويجي معاها نفيديا جي سينك، وسرعة الاستجابة هي 1 ms. بعد ما سويت انبوكسنج، هذه محتويات العلبة. نتكلم شوي عن مظهر الشاشة. مظهرها مرة أنيق ومرة يعطي جمال على السيتب. أنا أشوف مظهر الشاشة مع القاعدة عجيب، والأطراف كذلك تحسها مو سميكة، يعني مسويين بروز للشاشة. يمديك تلف الشاشة بنطاق واسع، وكذلك ترفعها فوق وتحت، يعني تضبط قعدتك على مستوى عينك. وهذه المداخل مثل ما أنتم شايفين. الشاشة فيها مواصفات رهيبة، وانت بنفسك تقدر تسوي لك كاستمايز، تختار المود اللي تبيه، وكذلك تقدر تلعب بالألوان، تعلي الحدة، تنقص الحدة على راحتك. أول شيء لاحظته نفيديا جي سينك. الخاصية هذه تمنع عنك اللاقات وتركب لك الصورة بأفضل وجه، يعني لما تلف الماوس 360 درجة ما راح تشوف الصورة متقطعة، راح تشوفها كاملة وواضحة. ودام أن سرعة الاستجابة 1 ms، أكيد ما في تأخير من أوامر أصبعك من الماوس على الشاشة على طول. الألوان مرة رهيبة، تحس أن فعلا الشاشة ما قصرت أبدا بالألوان والرسومات. هذا لأن فيها خاصية sRGB بنسبة 99%، عشان كذا تشوف الألوان وايد جميلة داخل. إيه، نسيت أخبركم كذلك أن فيها E-Light RGB، يعني الشاشة بنفسها فيها إضاءات من الخلف، وكذلك مسند علشان تحط سماعتك. جميع الروابط راح تلاقونها بالدسكريبشن للطلب والشراء والاستفسار كذلك. شكرا فيوسونيك. تمام، اليوم يا جماعة الخير اللي بنسويه، في ناس قاعدين يبيعوا شغلات وايدة والله بالبزنس وبيوت، وما عندنا مشكلة. بما أني أنا كملت حاليا 5 ساعات في السيرفر، فقررت أني أروح الكازينو. في وايد ناس يكتبون لي عيسى الكازينو يطلع لك أشياء خرافية يمديك تبيعها كذلك بعدين وتستفيد منها. فاليوم يا شباب، اليوم راح تكون تغطيتنا في السيرفر عن الكازينو. أول شيء أنا بروح بالسيارة الأسطورية هذه، بس ما ركبت لها أرقام صح؟ اي ما ركبت لها ارقام. السيارة هذه ربحناها بالمقطع اللي طاف، اذا ما شفت المقطع لازم تروح تشوفها. حاليا راح نشتري السيارة هذه، فيها قائد آلي يعني نفس التسلا. فاول شيء بروح اركب ارقام، دام ان الارقام جنب محل جنب الكازينو بنخلص. اوه السيارة هذه مرة منزلة، والله سيارة رهيبة. شوفوا تحط بس تسوي F7. اوب اسف، والله مو انا السائق الآلي، اسف. والله السائق الآلي مرة آسف. السيارة ما تصدم أبدا، شوفوا يعني حتى لو أنها تسرع مرة أبدا ما تصدم. والله أنا ما أسوق يا شباب، شوفوا ما أسوق، السيارة لحالها تسوق. أنا بس أربط حزام الأمان. فوالله فكرة مرة حلوة، ريحونا صراحة بالسيارات. لا قبل شوي قاعد أمدح السائق الآلي، ما يصير يا شباب. ممكن أنا السيارة مرة سريعة. واو 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 على السرعة، والله سيارة باتمان هذه، مو سيارة ايش اسمه. طيب يلا تعالوا نشتري لوحة ارقام. بسم الله، هذا كيف شكله كذا؟ طيب نشتري لوحة رخيصة 1007، هذه اي شيء عادي. بشتري لكل السيارات يا شباب، كل السيارات بشتري لها لوحات. تمام كذا كل السيارات اللي بالكراج عندي لهم لوحات. طيب الحين نروح الكازينو نجرب حظنا. انا ان شاء الله متفائل خير،
متفائل 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 خير ان تطلع لي اشياء اسطوريه. انا ما اعرف صراحه شو الاشياء اللي تطلع، لكن في ناس في الكومنتات يقولوا عيسى يطلع لك، تطلع لك اقنعه. انا وين رايح؟ تطلع لك اقنعه، تطلع لك شغلات يمديك تبيعها بعدين بملايين، 6 مليون 7 مليون. فبنشوف شو يطلع، ممكن تطلع لي سياره بعد، ما ادري، بنشوف. طبعا شروط انك تلعب بالكازينو انك لازم تكون لاعب اكثر عن 4 ساعات او 4 ساعات يعني واكثر بالسيرفر. يلا نوقف السياره هني، قفلها، يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وخر 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 يا الحبيب، وخر يا حبيبي وخر. شو وضعه هذا؟ والله بيذبحني كان. طيب يلا يا شباب، هذا هو الكازينو، يا رب ما يكون زحمة. حلو، ما في زحمة، نايس. والله توقعت زحمة. اوه في حد قاعد يلف هنا. طيب خلينا نجرب احنا، يلا اول وحدة فري. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يلا ليتس جو ليتس جو. لا ولا شيء ولا شيء. يلا مرة ثانية مرة ثانية. You don't have... اه لازم اشتري تشيبس. اوكي ما كي... على بالي انا عبالي يدفع هناك لما يشتري. طيب كم نشتري الشيبس الواحد؟ ب100. خلوني اخذ 500، 50,000. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو، ان شاء الله يكون حظي حلو يا شباب. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لا ليش؟ بتم احاول بتم احاول يا شباب بتم احاول. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ايش السالفه؟ هم مصعبينها قصد صح؟ اعتقد انهم مصعبينها قصد. وخر يا الحبيب وخر وخر. شو طلع لي؟ لفيت 4 مرات ما طلع لي شيء. خلونا الف خلونا الف. ايوه مره انا ومره انت يا الحبيب. يا رب يا رب يا وات. اعطوني تشيبس اعطوني تشيبس. 102. اوكي ما ابي تشيبس. اي هذا شو لابس يا الحبيب؟ ولا هذه وحده؟ استغفر الله. لف 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 يا حبيبي، لا تلف مرتين، اعطيني دوري انا. والله استناك تخلص وانا بلف. يلا ما يخليني الف، يخرب بيته، قاعد يسوي سبام. انا بسوي سبام بعد. يا الحبيب can you give me a chance please. يا الحبيب والله بذبح هذا هني، برتكب فيه جريمة، ما يخليني. أيوة لفيت عنا يا شباب لفيت عنا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ما يطلع شيء والله، صعب طلع الكازينو، نعبالي سهل. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. متفائل خير متفائل خير أنا. أوكي أعطوني تشيبس أعطوني تشيبس، لازم أشتري. ما يمديني، عندي 87، لازم يكون عندي 100 أقل شيء. اشتري 1000 ب100,000. يلا يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي اعطوني تشيبس. انا بعلمك شلون سيت سبام، راح اسوي سبام ما راح اخليه يلعب اليوم هذا. ايوه شو ربحت؟ ما ربحت شيء. اعطوني لفة عجلة مجانية ما احتاجها. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هانت هانت يا شباب هانت يا شباب. يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. الحظ تعبان يا شباب، الحظ مرة تعبان، كله يطلع لي لف مجاني ما يطلع لي شيء ثاني، أو يعطوني تشيبس. اعطوني 100 تشيبس الحين. Why we are not lucky guys؟ أنا برو يا شباب والله صرت مخسر 150,000. أنا متأمل خير يا أخي، خلوني ألف، صارت زحمة يا شباب ما يمديني ألف، قاعد أسوي سبام بس ماشي فايدة. أيوه كلهم راحوا الحمد لله، ضلينا أنا وهذا. Hey bro I will give you 50k just don't do it. Let me do it. No I'm done now. Man, fuck this wheel. Yeah, it's nothing. Okay, كلهم راحوا.
كلهم يأسوا يا شباب إلا أنا الوحيد. يمكن أنا أغنى واحد عندهم الحين 17 مليون بالمكان الحين هذا. وتم أسويها دام إنه ما في حد موجود. إلى النار. يا ليل ما خلصت كلامي. Oh come on man. كلهم راحوا. أنا الوحيد اللي مستمر. كلهم راحوا يا شباب. Let's go. خلاص صارت العجلة لي أنا. يا رب ما حد يجي يا رب. آه هذا رجع. ما راح أوقف لين يطلع لي شيء حلو. ما راح أوقف. أوه رجع هذا رجع. صراحة بديت أفقد الأمل. بديت أفقد الأمل بس لما أتذكر الأشياء الموجودة أتحمس إني صراحة أسويها. حلو حلو صار المكان هذي. ما في أحد. Let's go. يا الله يلا 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 يلا. حرام والله مخلين مستوى الربح يمكن 1% يا شباب. ما راح يأس. ما راح يأس. راح اجيب اكثر واكثر. يلا 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 ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. كم صار لي يا شباب؟ والله مره تاخرت مره كثير بالكازينو. كل اللي قاعد احصله اللفه مجانيه وكوينز بس او تشيبس هذا الاحمر. اشياء ثانيه ما احصل. هذا ليش حط كرتون على راسه؟ برو از يو ايسا. Oh hell yeah, I'm Isa. This wheel is sick. كل الناس راحوا يا شباب. الناس يلعبون مرة مرتين ويروحوا. أنا صامل والله ما أدري كم صار لي ما أدري بس وقت مرة كبير. شجعني أنت. والله أبي سيارة. أبي سيارة أنا. صعب الصيّة. والله كل شيء صعب مو اللي بالسيارة. لا بس الماسك يطلع يعني مو زي السيارة. يا رب يا رب. طيب ماسك يلا. ما طالع ما راح أطلع من هنا. الحين مرة أنا وبعدين البنت بعدين أنا بعدين البنت. وكلنا في محاولاتنا فاشلة صراحة. سيء. والله ابو السيء مو بس سيء. هذا مسكين قاعد يصفق لي يا شباب على اساس انه حظ بيتحسن بس حظ كل ما ماله ويصير اسوأ. جاني نوم يا شباب. والله جاني نوم. الناس الطبيعيين يجوا مرة واحدة يلعبوا ويروحوا. انا لا انا صار لي ما ادري كم ساعة قاعد اجرب. الاشياء اللي ممكن نحصل عليها قناع سيارة ملابس هذه اللي تحت ما ابيهم. ابي اول ثلاثة انا. شباب آخر 6 محاولات لأني قسما بالله أحس ضغطي بيرتفع. خلاص آخر 6 مرات يا عمري ما فزت يا جماعة الخير. مليت والله مليت. خسرت حوالي 1,000,000. Take a look from my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's a terrible. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might get lined in chalk. I really hate to trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. جتني سيارة.
جتني سيارة. Hey bro, I got the car. Oh my god يا شباب ما مصدق. بروح بيتي بروح بيتي بروح بيتي يا شباب عشان اطمن واشوف السيارة عدل. وين سيارتي؟ سيارتي كانت هنا، وين راحت؟ شلون تختفي السيارة؟ يا ليل. طيب شلون نطلع؟ هذا مو باركينج هنا؟ اه الحين طلعت السيارة. اوكي اوكي يلا 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 ليتس جو ليتس جو ليتس جو. كسر ام الجامعة عادي. روح 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 البيت روح البيت روح البيت. حرفيا خسرت مليون واكثر اذا ما خاب ظني. ما كنت مركز بس مليون مليون وجبت سيارة. والناس كلهم يقولون لي مستحيل تجيب سيارة، يعني اقل ما فيها بتجيب اقنعة، اما سيارة او ماي جاد. يا رب اقدر، يا رب السيارة تكون غالية. انا بشوف شو السيارة اللي تطلع لي بالضبط. اوكي وصلنا البيت وصلنا البيت يا شباب. يلا بسرعة دخل السيارة دخل السيارة. طلع السيارة هنا طلع السيارة هنا. مرسيدس ماي باخ. شوفوا يا جماعة الخير مش ممكن مش ممكن يا عيسى. وليتس جو ليتس جو ليتس جو ثلاث مرات. لا مش ممكن. طيب كم سعرها هذه اصلا؟ نشوف سعرها. سعرها 5 مليون. اذا ببيعها ببيعها بكم؟ 500,000. يلا انا ما راح ابيعها ما راح ابيعها. واو شو هذا الحظ الاسطوري، شو هذا الحظ الاسطوري. هذه اقل شيء اقل شيء راح ابيعها ب 10 مليون. ما لي علاقة انا 5 مليون ما تمشي. لا ابيعها ب 10 مليون حبيبي. واو 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 واو. بس هل يمديني ابيعها هذه ولا لا؟ يعني عادي اعرضها للبيع ولا راح يقول لي ان هذه حق الباكجات وما ادري شنو. طيب خلينا نشوف المزادات. شو في اشياء؟ هذا البيت اسطوري، هذا البيت اسطوري، لكن ما راح استعجل يا شباب. والله اني مو قادر اكمل، جاني صداع، لازم انهي المقطع، جاني صداع من الكازينو. بس الحمد لله الحمد لله ربحنا السياره هذه. اكتبوا لي بالكومنتات شو يمدينا نسوي بالسياره هذه. هل ابيعها؟ مكتوب لي ان سعرها 5000. هل يمديني ابيعها اكثر عن 5000 ولا لا؟ فيب يعطيكم العافيه على المشاهده، والحمد لله على الحظ الاسطوري. كان معاكم عيسى 400. سلام.